من الإنجازات الرياضية إلى الإنجازات اللي عم تحققها سيداتنا السوريات بمختلف مجالات الحياة من خلال مشاريعهم الصغيرة اللي عم تحقق لهم دخل واكتفاء ذاتي، طبعا من خلال موهبة معينة بتبدأ السيدة بهذا المشروع برغم كل الظروف والتحديات، لكن فعلا عم يثبتوا جدارتهم بمشاريع صغيرة ومتوسطة إلى أن يحقق هذا المشروع الهدف المرجو من إنشائه. أكيد اليوم معنا سيدة ومثال طبعا من ذكرنا من السوريات، طبعا اللواتي استطعنا أن يحققنا إنجازات ضمن مشاريعهم الصغيرة، السيدة خديجة صالح، ونتعرف أكثر على مشروعها عن الأشغال اليدوية. يسعد صباحك ست خديجة وأهلا وسهلا فيك. أهلا صباح النور، يسعد صباحكم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا فيكم. بداية يعني عم نحكي عن مشروع الأشغال اليدوية، قديه محبب هيدا المشروع بالنسبة للسيدات وخصوصا إذا كانوا يعني بلشوا هيك بأشياء لبيتهم وبلش يكبر المشروع؟ البداية دائما بتكون بأشياء بسيطة، نحكي عنها. هيك مشاريع بتكون كتير مفعمة للسيدة، يعني بتكون كتير حابة هالأمور هاي وبتحفزها أن تكون إنسانة فاعلة في المجتمع وفاعلة في بيتها، يعني وبتساعد في بيتها وبتحقق كيان لنفسها بنفس الوقت. من إمتى بتشتغلي بهذا المجال؟ هلا أنا بالابتدائي لما تعلمت شغل الكروشيه بالمدرسة بالابتدائي. حلو. بس لما صارت الأزمة وطلعت من بيتي واستشهد ابني علي وبعدها استشهد ابني ياسر، كان لي كتير دور بالأمانة السورية، بوجه كتير شكر إلهم، كتير وقفوا جنبي وساعدوني كتير بالمحنة اللي أنا كنت فيها. الأستاذ مدير الأمانة السورية الأستاذ صافي مصطفى، هون أنا صرت أشتغل للكروشيه وصاروا يدعموني الصبايا والشباب هنيك بالأمانة. يعني خلينا نقول من رحم الألم أو الأزمة أنت قدرتي تبدي من أول وجديد، يعني حضرتك برغم يعني من كل الظروف والتحديات لكن أنت حاولتي الاستمرار. فقدتي ابنك الشهيد أكيد لروحه السلام، وأيضا نزحتي من بلدك بيئتك، عفوا ما من بلدك، خلينا نقول البيئة اللي من البلد، بس ان انت انتقلتي من محافظه لمحافظه رجعتي بديتي من الصفر. يعني صحيح، خبرينا برغم كل هذه التحديات والظروف يعني كيف قدرتي تبدي، يعني حولتي هيدا يعني من موهبه الى مشروع، تجاوزتي كل هذه التحديات؟ تجاوزت التحديات كلها مثل ما عم اقول لك انا بالامانه، والدكتور مازن سوان يعني كان ببالك هذا الموضوع ولا الدعم اللي للدعم؟ انا من الاساس بشتغل الكروشيه، عندي بيتي يعني تحفه عملته من شغل الكروشيه يعني فقط لبيتك يعني كنت كان في البدايه في بيتي لعائلتك. بس بعدين صار لي مصدر رزق وصار لي انه طلعني من اللي انا وضع اللي كنت فيه، يعني انت كنتي طلعاني من حزن من وضع بيتك، انتقلتي لمكان تاني، عشتي حياة جديدة، عندي ولد من ذوي الاحتياجات الخاصة من أهل الهمم، يعني عندي هلأ وائل سنة ثالثة جامعة كمان، يعني قدرت أني أعمل شيء مع عائلتي مع زوجي مع أولادي مع يحيى وائل، قدرت أساوي لهم شيء، قدرت أطلع من المحنة اللي أنا فيها، كنت بمحنة كتير كبيرة انك تطلعي من بيتك وتفقدي اولادك، اثنين شباب يعني واحد 15 سنه واحد 22 سنه عسكري، ياسر علي وياسر الله يرضى عليهم. كانت الامانه كثير حاضنه الي وكانت كثير واقفين الشباب والصبايا معي. وكان الدكتور مازن زوان كمان رابط الشهداء كان له كثير باع كثير كبير كمان بمساعدتي. يعني دائما دوم ندوات وتقويه وتوعيه ويعملنا اجتماعات مشان انه نطلع من جو نحن انه نحن قدمنا شيء لهالوطن وان شاء الله وتعالى يكون خير على الوطن وخير ان الله يرضى عليهم يا رب. انتوا احق الناس، هذول الاشخاص اللي قدموا يعني اغلى ما يملكون لبناء الوطن لاستمراريته. بتحسي دائما نادين نحن بناخذ القوه منكم، يعني صحيح. رغم كل الجراح اللي صارت ولكن عن جد يعني وقت بنشوف سيده مثلك بنفخر بوجودها، ناخذ القوه لحد الان استمرت وقدرت يكون عندها مشروعها الخاص، هذه تجربه يمكن تعلم بعيدا عن طبعاً. الكروشيه هيدا تجربة، يعني نحن فينا نقول هيدا درس بالحياة، درس لازم الحياة. دائما نحكيه ونعيده ونسمع هدول الأجيال انه مهما كانت الظروف صعبة قادرين نحن نكفي. اكيد قادرين نكفي ولازم نقدر نكفي ونعلم أجيال اللي بعدنا، وهالامهات اللي
عندهم انه ما بقدر او عايشين بالحزن او كذا، لا بتقدروا، بتقدروا. كل انسان في شيء بجواته بيقدر يقدمه لهالشباب والصبايا اللي طالعين جديد على الحياه، اللي عايشين بالازمه وعندهم كل شيء متاح، بس تماماً. ما في هالامور اللي هن بيقدروا يعيشوا فيها، بدهم تشجيع. صحيح، والاستمراريه هي المطلوب اكيد طبعاً. بالقوه والاراده رح ننسى الحزن والالم ورح نرجع لمشروعك اللي ابصر النور، يعني كما ذكرنا وحاولتي قدر الامكان انه تبدي الخطوات الاولى لإله. نحكي شو بتشتغلي حضرتك، يعني شو هي انواع المنتجات اليدويه اللي بتعمليها بالكروشيه او غيرها؟ هلا انا الكروشيه عندي هي اساسي، الكروشيه كثير بحبها لهالمهنه، انا من انا الطفله يعني وبحبها كثير. شو اكثر شيء بتشتغلي بالكروشيه؟ اي شيء بخطر في بالك، من بلايز، تنورات، عدة مطبخ، للصالونات، اي شيء بخطر في بالك بالكروشيه انا الحمد لله بعرف فيه من فضل الله. حلو، تمام. هي دائما يعني كمان تجديد ضروري، هو بنعرف انه الكروشيه هو خلينا نقول بيعبر عن تراث يعني بلدنا. طبعاً. المرأة هون دائما هو مرتبط باشياء قديمه، ولكن حتى لحد الان بتحسي وجود قطعه كروشيه بالبيت هي تعتبر شيء كثير حلو، فيها روح الماضي، رمز كثير، رمز كثير حلو، وبتحسي هيك بيعطي جمال للبيت. رح نتابع صور من شغلك تماما، يعني فعلا شيء مميز. فاتن عم نشوف الالوان هون. صحيح. والدقه التقنيه بالشغل. خبرينا عن هيدي الصوره اللي هلا عم نشوفها سوا. هلا هي البلوزه، هي انا شغلتها باللولو وخيط الحرير، لون ذهبي، لون الذهبي باللولو وخيط الحرير. حلو. كثير هي قطعه يعني بتلتبس بجميع المناسبات. صحيح. حتى صح. لونها يعني لونها والجنبه هيك شيء له علاقه بالبيبي، الزهري هذا طقم كامل عملته انا وقتها في صبيه عندها مشروع تخرج، علمتها واشتغلته هذا الطقم قدامها وهي عملت مثله وصار عندها مشروع تخرج. يعني حضرتك بتعلمي يعني معلم. الصبايا يمكن ما عندك بنات؟ عندك؟ لا والله ما عندي بنات. لو عندك بنات كانت يحيى ووائل الله يرضى عليهم، كانت مثل ما بيقولوا الله يخلي لك اياهم، كانت اخذت مثل ما بيقولوا المهنه عندك، لكن بتحاولي تدربي. بس أي بدرب انا، بدرب بالعمانه، بعلم الصبايا بالرابطه. حلو. بحاول اني اقدم لهم شيء اللي بقدر عليه اني اساعدهم فيه بشغل الكروشيه. تمام. هذا الطقم كثير كان له كثير صدى كثير كبير. حلو. وما بريد ابيعه واخسره، بحب اني هيك تخليه ذكرى. اي ذكرى. حلو. ذكرى كثير حلوه، يعني وقت اللي قدمنا المشروع كان كثير له حيز كثير كبير في حياتي كمان. تمام. حلو. عم نشوف كمان، ما بس يعني عم نشوف زينه بيت، عم نشوف كمان ملابس من ملابس الكروشي. جاكيت، لفحات، شناتي، بشتغل شناتي كمان، بشتغل كمان زينه للصابون، للشوكولاته، لاعياد الميلاد، لشغلات بيبيات. شو حلو، هو احلى شيء اشياء البيبيات كفوف للصبايا يعني. هلا بهالوقت هذا كثير الطاقيات والكفوف للصبايا. تماما. هلا بلشتي تاخذي طلبات يمكن شتويه؟ حتى عم نشوف اغطيه معلبات او معلبات شيء. انا بشتغل اخذ شهاده منظفات بالامانه السوريه، وبشتغل منظفات وبشتغلهم في بيتي وبستثمرهم في بيتي. حلو. وعملت لهم زينه كمان. حلو. وهذا الحلق من شغل ابني الله يرضى يعني عليه. يعني بتصلعي وبتلبسيهم وبتعملي لهم هيدا الكلام. ايوه، وبزينهم وبعرضهم تماما مع العرض. فلما يعني بيجوا الصبايا اللي عندي على البيت بيكونوا مثلا بدها مثلا بلوزه، بدها كذا، فبتشوف المنظفات وبتطلب هيك شغلات طقم للحمام، طقم للمطبخ. صحيح. شغلات هيك يعني المراه لازم تكون سند للرجل، ويكونوا اثنين مع بعضهم حتى يمشوا بهالحياه. صحيح. ويتكاتفوا فيها. تمام. بتمنى كل النساء هيك يكونوا مجدات ويسعوا لانه يعلموا ابنائهم ويعلموا اولادهم انه الحياه تستاهل انه نعيشها وبتستاهل انه نقدم لها. تمام، كثير حلو. عم نشوف لسه كمان للبيبيهات، يعني اكثر شغلات يمكن هي مطلوبه بعد المفارش هي قومه البيبي. قومه البيبي والمفارش والترابيزات والبكلات الشعر للبنات كثير كثير عندهم اياها شغله، يعني معرض رميتا ومعرض تراث صحيفه الفيحاء كثير كان مطلوب
الزينه تبعت الشعر، القمطه، البكلات، الكلبسات، عقود اللولو اليدويه، شغل هيك. حتى بتشتغلي باللولو؟ اي تمام. حكينا عن هيدون، هدول بنحطوا على الترابيزات. عقد اللولو هذا دورين انا عملته ومع اسوارته، في لهم كذا يعني الوان. انت بتحطي الشيء اللي بدك اياه، حتى لون شرايط بتحطي على لون ثيابك، الا شريطه بتحطيها انت اللي بدك اياه. حلو حلو. هدول بينحطوا في المطبخ زينه للمطبخ. هدول مثل ورق العنب، مثل ورقات الدوالي. ايوه هدول بتحطيهم في المطبخ. تمام. هو لما بتطلعي صحن بريكس من الميكروويف او من الفرن. تمام. فكره كثير حلوه. أيوة. يعني ست خديجه في دائما ابداع متجدد، في افكار دائماً. جديده دائما يعني دائما. هذا الشيء من وين بتستوحيه؟ يعني انه بتجيبي افكارك ابداعاتك، هالشيء بيكون من اذواق الناس ام اذواق الناس؟ لها دور كثير كبير. يعني مثلا هلا انا قاعدين عم نحكي، ممكن انت يعجبك شيء وزميلتك يعجبها شيء ثاني، ممكن انا ادمج الرأيين واطلع لك قطعه مميزه. حلو. هون عم نشوف جزادين كمان. ايه هذا من شغلي انا. هذا بوقتها صبيه هي صف تاسع اجت لعندي عم نحكي هيك انا وياها، قالت لي انا جاي على بالي انه اشتغل جزدان ورده. والدتها بتشتغل. هلا هو تفاصيله كثير مبينه على التصوير. أسود. بس هو ورده. اسود ورده، شكله ورده، كله ورده، وبقلبه في بطانه وله سحاب، وانا الزرد تبعه اشتريته واشتغلت في قلبه وضميت له. وين بتلاقي في عندك صعوبات ست خديجة أو تحديات أثناء شغلك وبتأسيسك لهذا المشروع؟ أوقات بلاقي الصعوبة هو لما بدك أنت تختاري نوع الخيط وبكون ماله موجود. بتأمين المواد الأولية. المواد أوقات كتير بتلاقي فيها عندك صعوبة فيها. بيختلف نوعهن أكيد. الخيط الخيط هو بيعطيك الشكل انت بدك اياه. مثلا هلا في عندي انا عامله شنطه شكلها قلب، ما اعطي نوع الخيط، ما اعطى الموديل انت بدك اياه. تمام. الاسود لا، اعطى شكل الورده المناسبه الحلوه اللي بترغبها اي صبيه، الكبيره والصغيره بترغبها. تمام. الخيط له دور حلوة كبير. هي كثير حلوه هي لصبيه وشكله فيها شغل كثير. هي اجت من كندا زيارة وقالت لي خالته بدي شغلة مميزة أخذها معي لبنتي. لما اشتغلناها كتير هي جابت الرسمة. على فكرة هي جابت الرسمة ولما اشتغلناها هي لون الصوف كان رائع. تمام. شو حلوة يعني، وعن جد غريبة ما بتشوفي منها نهائيا. كتير حلوة. هي جابت الموديل وأنا اشتغلت ما شاء الله. ما بصعب عليك أي ديزاين ممكن يوصلك أو ينطلب أبداً منك. أبدا. أي شيء أنت بتبعتيه بالصورة فورا بمخيلتك وبتصنعي طبعا مباشرة. بعتي لي صورتك بعمل لك القطعة على شكلك. حلو كتير. على قياسك. حلو حلو حلو. حلو كتير حلو ما شاء الله. هون بالخبرة أكيد فاتن. أكيد يعني الوقت والخبرة والناس اللي حواليك وتعاملك مع الصبايا والشباب من جميع الأعمار بتصير عندك تراكمات. أي. بخبرة معينة يعني. صحيح. تعاملت مع جمعية موزايك كمان، بوجه الشكر للست أميمة والمدام رانيا كمان، كتير كانوا رائعات. مركز الاستشارة التخصصي ابن يحيى، في كمان الأنسة روزا عيسى والمدام دعد صفية كمان، كتير رائعات دمجوني بهالموضوع هذا، وكان كتير لهم حيز كبير اني بيشاركوني وبيقدموا لي الخيط اللي انا شيل بدي اياه. حلو. هون عم نحكي عن مشاركات، عم نحكي عن تسويق بشكل مباشر او غير مباشر. نحن وقت عم بيكون عندنا هيدي خلينا نقول العلاقات الاجتماعيه، عم بيكون عندنا تواصل مع الاشخاص اللي ممكن يكون عندهم فعاليات، فهو نوع من التسويق وايضا نوع من المشاركات لنا لحتى نعرف كمان شو عم بيشتغلوا الاخرين ونقدم للسوق شو هو بحاجته. هو حكينا عن دور المشاركات، قد ايه كان له فعال بحياتك؟ هلا اول مشاركه كانت لي بالامانه السوريه، وكانت كثير كان لها صدى وكان كتير فيها تعارف كتير كبير. هيك أمور بدها ضوي عليها الجهات كلها، السياحة، التراث، الصحف، فبتعطي حيز كتير كبير وبصير أهلام. يعني هلا أنا ما كنت ضمن البيت فرق عن علي الشغل لما اشتركت بالمعارض. يعني معرض رميتا كان رائع جدا. معرض التراث وصحيفة فيحاء كمان كان كتير كويس، وكمان إجاني طلبات عليه كتير كويسة
وكان ناجح الحمد لله رب العالمين. طبعا هاي المشاركات اكيد بتزيدك خبره اكثر وتبادل خبرات ثقافات مع زملائك طبعاً. بنفس المهنه يعني شفنا انه في كثير من السيدات والصبايا عم بيحبوا هيدي المهنه وعم بيكون فعلا باتقان وبمحبه يعني تعمل الكروشيه له علاقه بالدفء بالمحبه له علاقه بشيء بتلمس جواتك بتمسك هيك من الداخل بيعطيك شيء من داخلك انك تعطيه بتقدميه بمحبه تمام وله علاقه بالشتويه يمكن تماما بالشتويه عم بقول لك الدفء يعني مباشره لما عم نشوف هيدي الصور وشغلك الكثير الحرير فعلا مميز. للصيف والصوف في من الحب ما يكفي يعني والدفء فعلا هيدا الشيء بيختلف يعني اذا بدنا نحكي نرجع لاختلاف مثلا كل بيئه كل محافظه طبعاً. بيشتغل عفوا بيتغير او بيختلف نوعيه الشغل بالكروشيه تحديدا بالتراث او الزي معين او ديزاينات جديده هلا بالنسبه انه شغل الكروشيه بالنسبه لسوريا هو تراث لكل المحافظات تمام يعني شغله كثير محبب ومقرب للقلب وخصوصي شغل قطع البيت تمام يعني عم نشوفها لهلا ببعض البيوت لسه الكروشيه اللي من الطراز القديم صحيح يعني التراث وبيقولوا لك بدنا مثل هاي تبعت مثلا هاي شغل ستي بدي انا تماما الامهات والجدات الامهات بيقول لك بدنا مثلها نفس القطع وفعلا او بس اوقات الالوان الاذواق نوعيه الخيط بتختلف يعني تمام هون قد ايه مهمه نوعيه الخيط انه تكون جيده وخصوصا نحن عم نحكي عن قطعه يعني السيده او الصبيه بتحب انه ضاين عندها وقت طويل احيانا يعني مثل ما قلنا جداتنا ممكن يكون في لسه قطع من شغله لحد الان طبعا لاني نوع الخيط بيكون ممتاز يعني هل عندك خيط الحرير خيط الدمسه الكوتون هدول خيط بعمره طويل وكل ما غسلتي وكويتي رتبتي بيرجع جديد هون بتخيري الصبية بين كل قطعة وقطعة يعني كمان طبعًا. السعر بيفرق هون طبعاً السعر يعني له يعني. أنواع خيوط بالضايع فممكن السعر يفرق بين خيط وخيط خيط القطن عنده ميزاته إنه مع الوقت ما بيطول كتير وبيكبي ممكن يغير على أما الحرير الكوتون الساتين دمسة هدول بتلاقي اعمارهم اكبر وبيعطوا جمال اكثر وبيضلوا مع مرور الوقت بيضلوا عاطين شكل الحلو المطلوب صحيح. للبيت اذا كمان بدنا نحكي عن الشق الثاني من موهبتك ومشروعك ذكرتي انه بتصنعي ايضا المنظفات المنزليه خلينا نحكي كمان عن هذا الموضوع كيف بلشتي فيه يعني هو ترافق مع الكروشيه ام ترافق لا بعدين شيء بالامانه السوريه بالامانه السوريه تفاعل مع الكروشيه كيف فكرتي يعني شو لفتك بهيدا ايضا الموضوع؟ كنا عم نعمل دوره تمريض عم بيحكوا الصبايا بالامانه قامت كانت الست سماح والاستاذ صافي قالوا ايش رايك بتعملي لك دوره منظفات وانا شوي يعني بشتغل في البيت بعمل كلور لحالي سائل جلي هيك شغلات يعني عملتهم على ورقه عملت دوره الصابون حلو. مع الست مريم سقاطي بامانه السوريه وكانت الدوره كثير حلوه وناجحه وتعلمنا كثير شغلات حلوه منها وهلا انا بشتغلهم في بيتي شامبو بلسم للشعر بعمل شامبو بالزيوت بعمل كلور سائل جلي صابون للبشره بعملهم في البيت ما شاء الله عنك ست خديجه سيده سامي. كامله متكامله فيك من العطاء ما يكفي يعني بدايه من الشهداء الى العطاء اللي عم تقدميه لبيتك وطبعا الحمد لله. بيتك اكيد بتمنى لك انه دائما يعني يكون عندك هيدي الهمه والقوه والصحه لحتى تقدري تستمري بهذا العطاء إن شاء الله. بدنا نتمنى لك كل التوفيق بهذا المشروع يعطيك الف عافيه الله. السيده خديجه صالح كنت معنا بهيدي الفقره لتخبرينا عن تجربتك بهيدا المشروع وفعلا انت مثال وقدوه لكثير من السيدات اللي ممكن استسلموا او ما حالفهم الحظ لكن بالاستمراريه والصمود اللي انت فيه والقوه قادرين على فعل كل شيء شكرا كثير لك ست خديجه شكرا لكم واهلا وسهلا فيكم شكرا لك نورتي صباحنا واكيد يعني بنشوف حالنا بالاشخاص اللي مثلك ست خديجه اهلا وسهلا بحضرتك اهلا وسهلا فيكم شكرا لضيافتكم شكرا لك